حبايبي مع ملحوظة في غاية الأهمية. إيه الملحوظة دي يا ترى؟ حبايبي كلمة سم مع وان بقت سم وان، ده ضمير ما تنساش. Everyone no one somebody everybody nobody. أي كلمة حبايبي مع وان وبادي يأتي بعدها فعل مفرد. فعل مفرد يا جماعة everyone is، ما ننساش everyone benefits، كل شخص بيستفيد everyone. ولكن يا حبايبي لو حبينا نستبدلهم بضمير هنقول زي، يبقى أي كلمة فيها one أو body نقول عليها ضمائر ونستبدلها بزي. يأتي بعدهم فعل مفرد أي one وbody، ولكن لو استبدلناهم بزي يكون الفعل جمع. يبقى حبايبي everyone is، ولكن لو قلت زي هقول are. Everyone is هستبدلها بضمير زي هقول are. تمام يا شباب؟ تعال نسمعها بقى بطريقة جميلة وظريفة وتعلم معاك. يلا حبايبي نشوف. Everyone everybody someone somebody no one nobody ضمير زي وفعله مفرد